يقول السائل: أفيدونا جزاكم الله خيرا عن زكاة التين والعنب والزيتون والبطيخ التي تروى بمياه الأمطار؟ الخضروات التي لا تدخر، الفواكه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأشياء التي تدخر، تجفف وتدخر، مثل التين، مثل العنب الذي يدخر، الزيتون الذي يدخر، هذا تجب فيه الزكاة. أما الذي يؤكل ولا يدخر، يؤكل في الحال كالبطيخ والبقول وسائر الفواكه، هذه ليس فيها زكاة، إلا إذا كان يبيع ويشتري بهذه الأشياء، إذا كان يبيع ويشتري فإن هذه تجارة، أصبحت تجارة، تزكى زكاة تجارة، زكاة عروض التجارة.